خبر ممكن يكون مفاجأة، والخبر ده هيكون صار للناس اللي عايزة تبطل تدخين يعني، وأتمنى إن الناس تفكر في ده علشان الصحة. مش عارفة يعملوا إيه يعني عشان يبطل، واحتياجه بقى للنيكوتين اللي موجود في السيجارة. طيب هل حضرتك تعرف إن الباذنجان أو البتنجان فيه نيكوتين صحي؟ أنا شخصيا أول مرة أعرف المعلومة دي. وبالمناسبة كمان بيقولوا إنه يعني البتنجانة دي فيها نيكوتين يعادل يعني اللي موجود في جسمك اللي انت بتحتاجه من 3 ساعات تدخين متواصل. يعني تخيل بقى بتنجانة واحدة لو انت قاعد تدخن 3 ساعات دي فيها نيكوتين. لكن الفرق ان النيكوتين اللي موجود في البتنجان غير ضار، لانه اكيد جاي من خضار، جاي من حاجة طبيعية، مش هيضرك، ما بيأثرش كمان لا على الرئة ولا بيضايق أي حد جنبك، يعني لا الريحة بقى ولا تأثيره على الناس ولا عليك ولا على صحتك. النيكوتين كمان بيبقى موجود تحديدا كمان في بذر البتنجان. انتوا عارفين البتنجان بيبقى له بذر كده، فبيقولك بيبقى موجود فيه. بتشير الأبحاث انه 10 جرام من النيكوتين فيه ايه؟ فيه مفعول سيجارة واحدة. طبعا كلام أكيد يهم كل السادة المدخنين. دكتور وائل صفوت استشاري البطنة ورئيس اللجنة الدولية لعلاج إدمان التدخين، يعني قول لنا الحقيقة فين يا دكتور. دكتور وائل مساء الخير على حضرتك. مساء النور، ازي حضرتك؟ وغالبا احنا هنزرع بتنجان ان شاء الله. انا كان لازم اجيب بتنجانة ونشوف يعني، بس طبعا يعني انا متأكدة ان كل اللي بيدخنوا هيبقوا بيضحكوا على الكلام ده. ما هي صحة هذا الكلام يعني علميا؟ تمام. طبعا هو ده حقيقة، يعني فعلا حقيقي، في نيكوتين اللي هو في ورقة التبغ، الورقة اللي بتتزرع وتحط عليها مبيدات وتحط عليها حاجات وبتستخرج منها طبعا التبغ نفسه بيبقى فيه نيكوتين وفي حاجات مختلفة، وطبعا ممكن يتحول إلى حاجة تانية، منتج آخر بمنتجات التبغ أصلا. إنما وإحنا بنساعد الناس إنها تبطل تدخين، بيبقى الشخص محتاج بديل للنيكوتين، لان النيكوتين ده احد الحاجات اللي بتخلي الشخص مركز، معتمد عليه عشان يركز. بلاش نقول يعني بيركز، لان الشخص العادي اللي ما بيدخنش بيركز برضه. وكذلك برضه بتسبب حاله من انواع افراز الدوبامين. فلما الواحد بتروح منه ماده النيكوتين اللي في السجاير او في الفيب او في التبغ المدخن او في الشيشه، بيبقى عنده عصبيه، بيبقى متضايق، بيبقى مش مظبط، فبنعوضه بحاجات مختلفة. طبعا البتنجان جزء واحد منهم. الفاكهة اللي هي الموز بتساعد برضو على تحسين المزاج برضو شوية، اللي فيه برضو بوتاسيوم. الموز بوتاسيوم، هي كمان فيهم بوتاسيوم فبتهدي. لا، عشان كمان في حاجة اسمها التريبتوفان. التريبتوفان ده موجود في الزبادي والألبان وموجود في الموز. يعني كلام حضرتك ده مهم. أنا عايزة أقنع الشخص المدخن يعني كده، أقول له يعني لو هو عايز يبطل تدخين يعمل ايه؟ يعني ياكل بتنجان اكتر؟ يعني عايز اقول كلام برضو الناس تستوعبه، يعني هو هيوقف السيجاره ياكل بتنجانيه مثلا، يعمل ايه بالظبط يعني؟ حلو جدا، سؤال مهم. هو اول حاجه البتنجان مش هيخليه يبطل بالتاكيد، انما اول حاجه يبقى ناوي ان هو يبطل وعاوز يبطل، فبيجيب ورقه وقلم يكتب فيها الخسائر والمكاسب، لان دايما الواحد عنده تسويف ومش شايف الرؤية الحقيقية. هو شايف ان التدخين ده ولا هيحل له كل حاجة، يجيب ورقة وقلم يكتبها، يقرر. بعض الناس هتحتاج دواء عشان خاطر يخليها تهدى، مش هيبقى البتنجان مفيد بالنسبة لها، بس البتنجان والطماطم والجزر والموز واللبن الزبادي والشوفان والعسل، الحاجات والفاكهة طبعا. يعني حضرتك بتتكلم عن كل الحاجات الصحية. طيب انا هرجع تاني عشان برضو نيكوتين. فيها نيكوتين برضو، كلها فيها نيكوتين، يعني طبق سلطة يبقى مليان نيكوتين كده يعني. هيبقى الطماطم بالتحديد والجزر، انما مش لا يعني لو كلت جزر وطماطم وحضرتك قلت واحلي بموز والبتنجان طبعا زي ما حضرتك واكل بتنجان. طب البتنجان هنا الرومي لا يعني موجود في البذور ولا البتنجان بشكل عام؟ لا، البتنجان الرومي، لان هو الحاجه اللي بتسود دي بتبقى فيها اولا نسبه حديد، وزي ما حضرتك بتقولي كده البذور بتاعته فيها ماده تشبه النيكوتين. خلينا نبقى صراحه، يعني مش هو نيكوتين فعلا، هو حاجه تشبه النيكوتين. حاجه تشبه النيكوتين، ايوه بالظبط. وفي طبعا عشب تاني، حاجه اسمها اللوبيليا، ده عشب اسمه لوبيليا، بيخش حتى في ادويه الكحه. ففي بدائل طبيعيه كثيره ممكن تتاخد، بس
بالتأكيد مش هي لوحدها السبب. طبعا هو بص عشان نقنع المدخن هو مش هي يعني، انا ممكن اعمل له شويه مسقعه واقول له بطل تدخين مش هيسمع كلام يعني. ده دلوقتي هنخلي كل ستات البيوت تطبخ لجوازها دلوقتي مسقعه الحمد لله. ياكلوا مسقعه طول اليوم. حلو جدا. لا طبعا جميله، انما هتساعده لو مش واخد القرار عمر ما طبعًا. حاجه هتبطل هتخليه يبطل. هو لازم ياخد القرار الاول. دكتور وائل صفوت استشاري البطنه ورئيس اللجنه الدوليه لعلاج ادمان التدخين.